إذا للوقوف عند تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في ظل إبداء نتنياهو الموافقة على صفقة جزئية لتبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر الهاتف من أم الفحم الباحث السياسي الفلسطيني صالح لطفي. أستاذ صالح، مرحبا بكم. يعني في اليوم 64 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجازر الاحتلال مستمرة ضد المدنيين، ولكن في هذا السياق ماذا يعني استمرار المجازر رغم أن هناك مساع دبلوماسية لوقف القتال من جهة، وأيضا قرارات المحاكم الدولية بتجريم مرتكبيها من القادة من قبل الاحتلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، وفقا للرؤية الإسرائيلية في استمرار المجازر وضرب المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة، هناك مجموعة أهداف تسعى لتحقيقها سواء على المستوى الإسرائيلي وهذا بالدرجة الأولى، ثم على المستوى الفلسطيني، وأنا ألخصها بالنقاط التالية. أولا، ضرب المدنيين هو حالة إجماع قومي صهيوني يهودي في إسرائيل، وبالتالي ثمت عاطفة بين شطائر تدفع نحو مزيد من القتل كلما خسروا جنديا أو خسروا آلة أو خسروا موقعا. الأمر الثاني هو من باب الاطمئنان وإدخال روح الطمأنينة إلى المجتمع الإسرائيلي الذي باتت يتعرض لهزات غير مسبوقة في تاريخه منذ قيام الدولة إلى هذه اللحظات، خاصة في البعد الأمني والبعد الأماني. الموضوع الثالث متعلق إسرائيليا هو في جوهر الفعل السياسي ومراكمة هذه الحرب لصالح طرف دون طرف، نتنياهو وحزبه ومن في دائرته من اليمين الديني واليمين القومي يراهنون على أن الانتصار بين شطائر أيضا في غزة أو الخروج بانتصار ولو شكلي سيفيدهم في الانتخابات القادمة أو في مركزية وتمركز موقعهم السياسي. أخيرا، هذه الحرب على المدنيين هو أيضا من باب الانتقام للإنسان الفلسطيني الذي استطاع تحت الحصار أن يبني جامعات، أن يبني مستشفيات، أن يبني مدارس، أن يبني مؤسسات، وبالتالي هدم البنية التحتية وهدم الإنسان الغزاوي هو عملية انتقام غير مسبوق في تاريخ البشرية اتجاه معارك تدور بين، ما إن صح المصطلح، ميليشيات مقاومة مسلحة بما أسميه أنا السلاح الخفيف مقابل دولة مدعومة من كل قوى العالم، وبالتالي يتم الانتقام من المدنيين. لعل وعسى هذا يؤثر على المقاومة ومكتبها السياسي في تنازلات، ومن ثم نحن نرى كلما زادت وتيرة القتل الإسرائيلية ازدادت وتيرة المقاومة وازدادت وارتفعت نسبة الموقف المقاوم والموقف المكتب السياسي للمقاومة والوقوف على المطالب التي لم تتزحزح قيد أنملة منذ أن بدأت المفاوضات إلى هذه اللحظة. لو انتقلنا إلى الضفة أستاذ صالح، تمارس قوات الاحتلال أعنف الانتهاكات في مدن وبلدات الضفة الغربية، ولكن هل يمكن أن تغطي العمليات الانتقامية في الضفة؟ هل يمكن أن تغطي على الخلافات الداخلية في معسكر حكومة نتنياهو والرفض الشعبي له ولحكومته أستاذ صالح؟ بالقطع لا، لثلاثة أسباب. السبب الأول أن هناك إجماع داخل المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة الآن، يمينية متدينة ويمينية علمانية، متفقة فيما بينها على ما يدور على أرض الضفة الغربية. ثانيا، هذا من ضمن الاتفاقيات الملزمة لنتنياهو بين التيار الديني القومي والتيار الديني الصهيوني اللذان اشترطا تمكين الاستيطان داخل مناطق ألف وباء في الضفة الغربية. ثالثا، هذه عملية أيضا هي من باب إدخال نوع من الطمأنينة المخاتلة والمخادعة للمواطن الإسرائيلي اتجاه ما يدور على أرض غزة، وكأننا أمام ضرب الضفة لتبرير وتمكين الإنسان الإسرائيلي في داخل الكيان في تمديد مستوى الثبات العملي النفسي والميداني. أستاذ صالح، المقاومة تثخن في قوات الاحتلال رغم إعلان القادة العسكريين الإسرائيليين بأنها تحقق تقدما على المستوى العسكري. في هذا الإطار، كيف تفسر لنا سعي الاحتلال تشكيل فرقة جديدة في جيشه بحسب ما نقل موقع والا العبري؟ موقع والله أخي الكريم هو موقع مقرب
من دائرة القرار السياسي الإسرائيلي. وبالتالي لما ينقل هذا الخبر هو ينقل ضمن سياقات ثلاث: سياق التنفيس السياسي، سياق التسويق السياسي، وسياق التسويق الإعلامي داخل المجتمع الإسرائيلي، على اعتبار أن المجتمع الإسرائيلي لا يستمع ولا يشاهد إلا القليل الإعلام الآخر، يعني لا يشاهد على سبيل المثال الحصر الجزيرة باللغة الإنجليزية أو CNN أو BBC أو ما أردت من الفضائيات، ويشاهد الفضائيات الإسرائيلية سواء قناة 11 12 13 14 66 23 7 إلى آخره. والإعلام الإسرائيلي بالنسبة للمواطن الإسرائيلي اليهودي هو شيء مقدس، وينظر إليه على أنه هو الحقيقة للاتكال المطلقة. وبالتالي الإعلان عن تشكيلة جديدة لتخوض المعارك في قطاع غزة، التي بالمناسبة معظمها من أبناء التيار الصهيوني الديني الذي هو يحارب أيديولوجيا في قطاع غزة، هو ارتفاع درجة بالنسبة للجيش الإسرائيلي ودوائر القرار السياسي العسكري في إسرائيل، التي تعتقد الآن أنها تواجه أناس أيديولوجيين في المقاومة في غزة، وبالتالي تريد أن تواجههم بمثلهم، أي بأيديولوجيين من الصهيونية الدينية والصهيونية الحريدية. وهذا هو سر هذا الخبر الذي نشر على صفحات ومواقع والله. من أم الفحم الباحث السياسي الفلسطيني صالح لطفي، شكرا جزيلا لكم.